للمزيد بشأن فعاليات مهرجان العالمين تنضم إلينا مفادة أكسترا نيوز شروق وجدي من العالمين الجديد. شروق، بعد التحية، كل يوم هناك الجديد، كل يوم هناك الجديد من الفعاليات في العالمين الجديد، حدثين عنها، كيف تجري الأمور وما هي الأجواء لديك الآن؟ أهلا بك دعاء، أهلا بك ندى، وأهلا بكل مشاهدي أكسترا نيوز. دعاء، نحن نتحدث عن فعاليات مختلفة طوال أيام الأسبوع، وتحديدا في عطلة الأسبوع تكون الحفلات يعني أكثر فعالية. نحن نتحدث عن الأسبوع الماضي، كان هناك فعاليات مختلفة مثل فعاليات غنائية تراثية وثقافية وأيضا رياضية دولية مثل الجي، ولكن الأسبوع، هذا الأسبوع سيكون هناك فعاليات مختلفة لنجوم مختلفين مثل يوم الخميس والجمعة والسبت. سنشهد احتفالات أو فعاليات غنائية لمطربين عدة، مثل يوم الخميس سيكون معنا الفنان الكبير مدحت صالح وريهام عبد الحكيم. أيضا يوم الجمعة سنشهد حفل غنائي للكينج محمد منير وأيضا حميد الشاعري. أما عن يوم السبت فسوف نشهد يعني حفلة غنائية للنجمة إليسا والنجم تامر عاشور. دعاء، كما تعلمين نحن في منتصف الأسبوع، ولكن الحقيقة أن مدينة العالمين الجديدة بتشهد توافد من الكثير من الزوار لحضور الفعاليات المختلفة على الممشى السياحي أو كما يسمى الكورنيش، وأيضا يعني الحقيقة زيارة الشاطئ العام هنا، ويعني اللي يمكن نقول أو نقدر نقول أنه هو بالمجان تماما لكل الزوار. إليك الكلمة. نعم، شروق وجدي من العالمين الجديد، جزيل الشكر لك.